لو الحكاية فيها إن فيجو مين؟ محمد. محمد أنت جاي تصور ماشي؟ إيه اللي دفعك تخرج النهاردة؟ حضرتك كريت إيه اللي دفعك النهاردة أنت تخرج؟ عشان صلاح مصر. أنت عندك كم سنة؟ يعني ده أول تصويت بالنسبة لك، إيه اللي بتحلم بيه لمصر الفترة الجاية؟ مستقبل أحسن. إيه؟ مستقبل أحسن. طب وإيه اللي تتمناه من الرئيس الجاي؟ هو يخف عن حاجة. أنت من منصورة ولا من النيل؟ زي منصورة. منصورة؟ طيب. طب تقول إيه للسيسي؟ أنت رئيسي.